استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة رئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين والذي قدم لسموه أعضاء الجمعية. أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن خالص التهاني والتبريكات إلى الجمعية بمناسبة مباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتأسيس الجمعية، حيث أكد سموه أن هذه المباركة ستكون حافزا للجمعية لتحقيق الأهداف الموكلة لها ومثالا يحتذى به لتقوية الحركة الرياضية البحرينية من القدامى. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الجمعية البحرينية للرواد البحرينيين تضم أصحاب الخبرة الطويلة في المجال الرياضي سواء كلاعبين أو إداريين أو إعلاميين، مشيرا سموه إلى أن هذه الخبرة لابد أن تنعكس على الأجيال القادمة ونقلها على أساس سليم، خصوصا أن أعضاء الجمعية لهم باع طويل في المجال الرياضي وهم قادرون على نقل هذه الأمانة للأجيال القادمة ومواصلة النهضة الرياضية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن الجمعية لابد وأن تحقق العديد من الأهداف الرياضية في شتى المجالات، منها التدريبية والاستشارية وتأهيل الكوادر الوطنية في المجال الرياضي، إضافة إلى المساهمة بتحقيق الإنجازات الرياضية، خصوصا أن هذه الخبرات لها مردود إيجابي على الرياضة من خلال نقل تجاربها بطرق متعددة، مشيرا سموه إلى أن الجمعية سيكون لها دور في تشجيع ودعم الدراسات العلمية لتطوير الحركة الرياضية في مملكة البحرين في ظل الباع الطويل الذي يمتلكه أعضاء الجمعية. وخلال اللقاء استمع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لشرح موجز من سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي حول دور الجمعية في تنمية الحركة الرياضية في المملكة، كما أشاد بالدعم الكبير واعتزاز الجمعية لمباركة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الرياضي الأول في المملكة الغالية للجيل الأول من الرياضيين، حيث أن رعاية جلالته للحركتين الرياضية والشبابية أثمرت عن وصول الرياضة البحرينية لتحقيق أفضل النتائج العالمية. أشاد سعادة السيد صالح بن هندي بالدور الكبير والاهتمام البارز الذي يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للجمعية وحرص سموه على تقديم كافة أشكال الدعم والذي سينعكس بالإيجاب على دور الجمعية تجاه الرياضيين خاصة القدامى منهم. وقال سعادة السيد صالح بن هندي إن الجمعية ستكون جامعة للرياضيين باعتبارها كيانا مهما سيساهم في مواصلة الارتقاء بالرياضة البحرينية في ظل الجهود البارزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للرياضيين، مشيرا إلى أن الجمعية أخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة نحو الشباب وستكون بإذن الله قادرة على مواصلة النهضة الرياضية. من الحقيقة اليوم تشرفنا بلقاء سمو الشيخ ناصر. احنا جمعية الرواد البحرينية في مجال الشباب والرياضة أعطينا فكرة عن تأسيس هذه الجمعية وعن مستقبل هذه الجمعية، وتمنينا أن تكون رافد خير للعطاء في مجال الشباب والرياضة. والحقيقة استمعنا إلى توجيهات سموه، وإحنا الحقيقة يعني بصفتي رئيس الجمعية البحرينية للرواد يعني أشكر سموه الشيخ ناصر على عطاء الكبير، والحقيقة النقلة النوعية اللي حصلت بتوجيهات سيدي جلالة الملك حفظ الله في مجال الشباب والرياضة، والحقيقة نقل مملكة البحرين من إلى، وإحنا نعيش الآن يعني عصر ذهبي في مجال العطاء والولاء. ويعني أنا باسم الجمعية أشكر سمو الشيخ ناصر، وكذلك باسم الجمعية شكرنا الكبير إلى رائد هذه النهضة، إلى الرياضي الأول، إلى الملك الإنسان سيدي جلالة الملك رئيس الوزراء ولي العهد. والحقيقة أنا أفتخر أني أترأس هذه الجمعية اللي جميعهم لهم الباع الطويل في هذا المجال، اللي أسسوا مثل ما قال الشيخ سمو الشيخ ناصر وكان لهم الفضل الكبير في أشياء كثيرة.
وبينت له أن راح يكونون يعني مستعدين ولهم الشرف أن يستثمرون في 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 خدمة الشباب والرياضة من خلال هذه المؤسسات والأندية والاتحادات. أتمنى للبحرين ملك حكومة وشعب كل التوفيق إن شاء الله.